من ضمن الأسئلة، أنا في تانية كلية تجارة، إيه الكورسات والتدريبات اللي ممكن ألجأ ليها ويكون ليها شهادات تتحط في السي في عشان لما أخلص يكون معايا سي في قوي؟ اتكلمنا على الموضوع ده في فيديو سابق وقلنا إنه يجب إنك تهتم بشوية حاجات في الكلية التجارة، إن يكون عندك اهتمام بالإكسل تحديدًا، الأوفيس باكج كلها، كل الأوفيس باكج مهمة جدًا جدًا جدًا. تكتب في السي في بتاعك إن الأوفيس باكج كلها خاصة كله زي الفل. الإيميل رايتنج، تكتب إزاي تكتب إيميل، كل الحاجات دي تهتم بيه، ازاي يكون عندك كوميونيكيشنز سكيلز، مهارات تواصل عاليه، انشطه بقى طلابيه كتير وتطوع وتدريب صيفي، كل الحاجات دي تقدم على الشركات وتعمل انترفيوهات، ازاي تكتب سي في وازاي يكون السي في بتاعك كويس. طبعا الحاجات دي تاخدها اونلاين، مش محتاج انك تدفع فيها اي فلوس، حتى الاكسل لكل الحاجات دي. اهتمام باللغه الانجليزيه، كل الحاجات دي هتساعدك انك تبني شخصيه كويسه جدا 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 عشان بعد التخرج الاقي شخص السي في بتاعه كويس جدا. تشتغل في فترة الصيف أي شغلانة متاحة، يعني أنا ابن ناس ووالدي يا سيدي بالراحة علينا، كلنا أولاد ناس، ولكن اشتغل أي حاجة متاحة إن شاء الله، حتى سيلز في محل جنب بيتكم، ده هينمي شخصيتك جدا ويخليك عندك وأنت في السي في بتاعك إنك اشتغلت في الصيف في الإكسل والأوفيس كله كويس، لابس كويس، والسي في باين إن هو شيك جاي، كوميونيكيشنز سكيلز أو مهارات التواصل بتاعتك بتضحك باصص لي في عيني، لابس كويس، وهكذا. كل الحاجات دي تعمل فرق كبير جدا، وبكده أنت إن شاء الله لما تيجي تتخرج بيكون عندك ومحدد الحاجة اللي أنت بيكون ماشي فيها. والهدف من السي في إن إحنا مش بنلم كورسات وشهادات، ده حاجة خطأ، الهدف إن إحنا بنعبر عن نفسنا، بنوضح إيه نقاط القوة، مش أنا كاتب كوميونيكيشنز سكيلز أو مهارات التواصل عندي عالية جدا في السي في، ولما أجي أقعد قدامك قاعد بص كده وكده مش عارف تبص، لا، أنت فعلا عندك مهارات تواصل عالية، جبتها منين؟ من الأنشطة الطلابية، جبتها منين؟ من إنك شغال كتير في الصيف، كل الحاجات دي بتعمل الشخصية كويسة. بعد ما تتخرج ان شاء الله وتدخل مجال معين، ساعتها بقى بتبدأ تاخد الشهادات الاقوى والاقوى في المجال بتاعك. اعرف الشهادات دي منين؟ ادخل على وظف او لينكد ان، ادخل على الوظيفة بتاعتي، يعني انا مثلا بحب الماركتينج، ادخل على الماركتينج الاقي الوظائف، اختار الحاجات اللي بتكون دايما مطلوبة في المانجر او المديرين، يبقى هي دي الشهادات ان شاء الله اركز عليها، وربنا يوفقك باذن الله تعالى.